نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. النهاردة وكالة بلومبرج الأمريكية قالت أن مصر ربما تكون قد أصدرت المناقصة الأخيرة للغاز الطبيعي المسال لتمهيد الطريق لاستئناف الصادرات الأسبوع المقبل إن شاء الله. وقالت أن وزير البترول والموارد المعدنية الأستاذ طارق الملا أكد على أن واردات الغاز الطبيعي المسال هتتوقف في الربع الرابع بما يسمح ببدء الصادرات في وقت مبكر العام المقبل مع تعزيز حقل زهر وغيره من إنتاج من الحقول للإنتاج في البلاد والمساعدة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وإن المناقصة الأخيرة لتوريد الغاز الطبيعي المسال صدرت لتغطية المتطلبات المحلية في الربع الثالث، وكمان ينبغي أن يكون الربع الأخير خالي من الواردات. لمزيد من التفاصيل معايا على الهاتف دكتور رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة فاروس والخبير في الطاقة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. حضرتك تحليلك إيه للأرقام اللي قالها وزير البترول الدكتور طارق الملا في المقابلة الصحفية النهاردة؟ هو الحقيقة يجب توضيح بعض الأمور حتى لا يلتبس الرأي العام، لأنه هناك بعض الأرقام الحقيقة اللي يجب أن احنا نتوقف عندها. فضل. هي في حقيقة الأمر مصر ضعفت إنتاجها من الغاز الطبيعي منذ عام 2015 حتى عام 2018 من 4 مليار قدم مكعب يوميا لحوالي شارفنا على إنتاج حوالي 7.5-8 مليار قدم مكعب يوميا. نعم. بدأنا في كبح جماح الواردات بشكل قوي جدا مع وصول حقل ظهر للإنتاج الأقصى له اللي هو 2.7 مليار قدم مكعب يوميا. هيكون في فائض في مصر مليار قدم مكعب يوميا فقط. نعم. ده مش معناه ان انا اقدر اصدر، دي كمية مش كبيرة قوي عشان اقدر اصدرها، يعني هي هتعمل اكتفاء ذاتي فقط يا فندم. ويكون عندنا فائض عند وصول حقل ظهر للانتاج الاقصى له اللي هو حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا. في هذه الحالة هيبقى عندي فائض حوالي مليار قدم مكعب يوميا. أنا في 2015 زي ما قلت كنا بننتج حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميا، وكان استهلاكنا من 5.5-6، وبالتالي كنت بستورد. بدأ الاستهلاك يزيد والإنتاج الحمد لله خلال السنوات الثلاثة الأخيرة زاد بتحقيق عديد من الاكتشافات ومن أهمها حقل زهر. حتى تتضح الأمور للرأي العام، حقيقة مصر لن تستطيع تصدير الغاز الطبيعي إلا عند تحقيق اكتشاف جديد مؤثر. ربما المقصود أنه التصدير يكون من خلال مصنعي الإسالة في إيدكو ودمياط، وده ربما أمر وارد لأنه الشركات الاستثمارات العالمية اللي هي بتستثمر في إيدكو ودمياط، وكانت المصانع الإسالة دي متوقفة منذ عام 2012 الحقيقة، فيهمها ان هي تشغل المصانع دي، وبالتالي حصة الشريك الاجنبي مش حصة مصر يمكن تصديرها من خلال مصنعي الاسالة في ايدكو وفي دمياط. لكن مصر ستظل يعني في حاجة الى الغاز بتاعها، وانا في رأيي الشخصي انه حتى عندما يكون هناك وفر من الغاز الطبيعي انا اتصور انه يمكن من خلال القيمة المضافة، يعني مليون وحدة حرارية بريطانية اللي بتتباع بعشرة دولار لما بدخلها في صناعة البتروكيماويات بتصل قيمتها لمية ومية وعشرين دولار، اذا 10 اضعاف لو انا عملت قيمة مضافة، وفي نفس الوقت بوفر فرص عمل للشباب. وانا بس عايز انوه لحاجة، كون ان احنا نردد ان احنا اصبحنا مركز اقليمي للطاقه، مركز اقليمي للطاقه الحقيقه ما هوش هدف في حد ذاته، لكن ربما يكون وسيله انه مصر تكون مركز لما بتيجي الغاز اللي هو بيكتشف في شرق البحر الابيض المتوسط
ومروره لتصديره عن طريق مصنعي الإزالة. فأنا لو عملت صناعات جديدة، أضفت صناعات جديدة خاصة في منطقة قناة السويس، أنا هاخد احتياجاتي، وبالتالي أنا سوف أستفيد من كون أني أنا هبقى مركز إقليمي للطاقة. مش كوني مركز إقليمي للطاقة ده هدف في حد ذاته على الإطلاق، ولكنه ربما يكون وسيلة لتحقيق الأهداف اللي أنا ذكرتها. يعني يا فندم، يعني نستخلص من كلام حضرتك إن إحنا مش هنقدر نصدر، لكن إحنا ممكن يبقى عندنا اكتفاء ذاتي وهنقلل الواردات. لا، هنقلل، إحنا في سبيلنا فعلا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن هنستورد برضو؟ لا، احنا لغايه نهايه عام 2018 باذن الله مش هنستورد. تمام. ان شاء الله. انما هيكون عندنا فائض لما يصل انتاج حقل ظهري للحد الاقصى، هيكون عندنا فائض حوالي مليار قدم مكعب يوميا. هذا دي الكميه، طبعا كميه مش كبيره عشان اقدر اقول ان مصر سوف تصدر يعني. طيب عايزين نعرف، يمكن المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي بيقول طب أنا كمواطن إيه الفايدة اللي هتعيد عليا من ده؟ هو الحقيقة ربما لا يشعر المواطن بشكل مباشر من الكلام اللي أنا قلته، لكن يشعر عندما يجد إن ابنه بقت عنده فرص، إن هو يجد فرصة عمل عندما تكون هناك مصانع جديدة تم إنشائها. وزي ما أنا قلت لحضرتك، بدل ما أنا أصدر الغاز الطبيعي، لا، أنا أعمل مشروعات جديدة. أيوة. وأوظف فيها الشباب. هنا بيبدأ المواطن المصري يشعر عندما ابنه لما يتخرج ويقعد جنبه 5-6 سنين، لا، ده بيلاقي له فرص. وده الحقيقة مؤخرا، الحقيقة وأنا لأن أنا في مجال التعليم الجامعي، في شركات عديدة طلبت مني بعض التخصصات خاصة في صناعة المتخصصين في البترول. وده بدأت يعني ثمرت الكلام اللي احنا بنقوله، وربما ده يظهر بشكل أكبر بإذن الله عندما نحقق اكتشافات جديدة خاصة في مجال الغاز الطبيعي. كويس، يبقى على الأقل بيساهم في حل مشكلة البطالة. بالظبط كده. بشكر حضرتك دكتور رمضان أبو العيلة، نائب رئيس جامعة فارس والخبير في الطاقة. مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل أخبارنا النهارده.